لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سنبدأ إن شاء الله هذه الحلقة أو هذه الدقائق في تعريف بسيط، ولعل تكون بمثابة الفواتح والنقاط التي توضع على بعض الحروف لمعرفة المقصود بالأداء القرآني. الأخ الذي يرسل رسالة يقول هل من إجابة؟ أقول لا تستعجل على رزقك، شوي شوي، يعني تونا بادين، بنبين هذا إن شاء الله، وش معنى الأداء القرآني، وش معنى التجويد، وش معنى الأشياء هذه إذا دخلنا إن شاء الله. طبعا نعلم جميعا أن هناك أداء قرآني، وهناك شيء اسمه التجويد، وهناك شيء اسمه التدبر، وهناك شيء اسمه التذكر. كل هذه الأمور لها علاقة بمجمل ما يقوم به قارئ القرآن. أنا أرجو أن يعني اسمه الأخ اللي سأل أو غيره، إذا 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 الآن أنا أقول هل فيه واضح الصوت أم يحتاج إلى رفع الصوت، أو أي ملاحظات قبل أن نشرع في مقدمة هذه الكلمة أو الدورة؟ هل في إضافة؟ هل فيه يعني عفوا ملاحظات على الصوت، على الصورة؟ تمام، الحمد لله. طيب، نبدأ أولا. دائما إذا أردنا أن نقرأ القرآن ويريد الناس أن يفهموا القرآن، دائما نتذكر الآية التي هي في سورة صاد عند قول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نأخذ الكلمة التي هي ليدبروا آياته وليتذكر. يسأل سائل يقول لماذا جاءت هذه الكلمتين، يعني لماذا جاءت كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا ثم قال وليتذكر، ما هو الفرق بين التدبر والتذكر؟ التدبر طبعا كلمة كبيرة جدا يعني ومعناها عميق، يعني لا يستطيع الإنسان أن يصل لمرحلة التدبر فعلا إلا عندما يكون لديه إلمام بالتفسير، في الأداء، في الوقف والابتداء، في فهم معاني الكلمات ومعاني الآيات، حتى يدخل في مسألة التدبر. والتدبر هذا لا يأتي، يعني دائما نسمع يقول تدبر القرآن، تدبر القرآن، تدبر القرآن، دائما نسمع الناس يقولون هذا الكلام، تدبر القرآن، هل هو أفضل أم الحفظ أم قراءة القرآن أم التدبر؟ الإنسان إذا أراد أن يتدبر القرآن ينبغي عليه أن يكثر من قراءة القرآن حتى يصل لمرحلة التدبر، لأن التدبر الحقيقة هو حضور، هو الحضور العقلي. إذا الإنسان عقليا تتفهم الآية أو تأمل الآية التي يسمعها أو يقرأها، هنا سيحصل له التدبر، لأنه يحتاج إلى تشغيل العقل. أما القراءة، مجرد القراءة والذهن شارد، لا يأتي تدبر. لذلك الإمام أو الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى عندما سئل عن سائل يسأل يقول كيف أتدبر القرآن؟ أنا بعض الأحيان أقرأ آية وآيتين، وأقرأ بعض الأحيان الصورة وأنتهي منها وأخلص من الأجزاء ومن جزء إلى جزء، لكن لا أجد تدبر. قال له الشيخ عبد الرحمن السعدي إذا أردت أن تدبر آية اقرأها مرة ومرتين، نفس الآية مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس. وهذه من يعني أهم ميزات القرآن، لأنه لا تمله الألسن، ولا يعني سبحان الله كل ما يقرأ يكثر قراءة القرآن عكس الكتب الثانية. الكتب الثانية تقرأ الكتاب مرة أو مرتين أو ثلاث خلاص ما عاد ترجع له، لكن القرآن سبحان الله كل ما تكثر من قراءة القرآن كل ما تجد أنك تحتاج أنك تقرأه مرة ومرتين وثلاث. هنا يحصل التدبر ويحصل التأمل. الوجه الواحد عندما تقرأه مرة ومرتين وثلاث، هنا بإذن الله يحصل التدبر، لأنه حضور العقل سيكون جاهز. لو فات عليك في المرة الأولى سيحضر الثانية، لو فات عليك المرة الثانية سيحضر الثالثة، حتى أنك تتشبع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف الليل يقرأ ويتأمل آخر الآيات التي في سورة المائدة،
في قول الله سبحانه وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أخذ يكرر هذه الآية، يكررها 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 طول الليل. ليه؟ لأن الذهن هنا حضر حتى وصل هذا الكلام إلى القلب وخشع. فهي مراحل، ليست المسألة مسألة قراءة فقط، لأن هناك من الناس من يقرأ 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 لكنه مشغول باله، هذا لن يأتي. هذا بالنسبة لكلمة التدبر. أما بالنسبة للتذكر فهو الحضور القلبي، ولن يأتي الحضور القلبي ما لم يكن هناك تدبر عقدي. ليش؟ لأن القلب هو مكان الاتعاف، هو مكان الإثارة، هو مكان التشغيل الجسد أو تحريك الجسد، لأن سبحان الله القلب لا يتأثر ما لم يكن هناك تأمل عقلي. لذلك جاء التدبر ثم جاء بعده التذكر، ليتدبروا آياته وليتذكر. إذا معنى ذلك أن التذكر هو سبب أو هو نتيجة لتأثر قبله، وهو تأثر العقل. ولذلك لو لاحظنا في سورة قاف في قول الله سبحانه وتعالى في عندما ذكر الآيات في ذكر وجاءت سكرة الموت، قال في آخرها، قال في نهاية آياتها، وكم في قوله تعالى، في قوله سبحانه وتعالى: هذا ما توعدون اليوم، هذا ما توعدون، هذا ما هذا، في قول الله سبحانه وتعالى على ذكر الآية في سورة قاف عندما قال: هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، هل من مزيد. قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لاحظ إن في ذلك لذكرى، شوف ذكر ذكرى، بعدين أتى بعدها إن في ذلك لمن كان له قلب. إذن القلب هو نتيجة، نتيجة للتدبر، نتيجة للتفكر، نتيجة للتأمل. يتأثر هذا القلب فيصبح أثره على الجسم كله، ثم يكون أثره على تصرفات الشخص. كل ما أراد أن يقع في شيء توقف، عرف أنه القلب ينبه، توك متدبر، تأمل الآية هذه، توك متدبر الآية هذه، فيكون القلب سبحان الله هو الـ هو الـ هو الـ هو المحرك لك، هو الموقف لك عند 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 تعدي الحدود أو عند الخطأ. طيب، حتى لا نطيل الوقوف في هذه النقطة، ألخصها وأقول: التدبر هو حضور القلب أو حضور العقل، والتأمل والتذكر هو أثر التدبر. التذكر هو أثر التدبر. لذلك جاءت الآية بهذه الطريقة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ثم قال: وليتذكر أولو الألباب. قد يسأل سائل يقول: وش أهمية هذا الموضوع؟ نسمع كلمة الأداء الأداء الأداء، وش مقصدون بالأداء أنتم؟ نعرفنا شيء في القرآن اسمه التجويد، وعرفنا شيء اسمه قراءة القرآن، عرفنا شيء اسمه حلقات القرآن، لكن ما يقصد بالأداء؟ طبعا دائما عندما كنا نقرأ على مشايخنا الفضلاء حفظهم الله وجزاهم الله خير ورحمة من مات منهم، كانوا دائما لا يحرصون على أن نقف كثيرا عند هذه المعاني أو مثل هذه المواضيع إلا بعد ما نحفظ القرآن. لذلك أنا دائما أقول للإخوة: هذه الدورات وهذه اللقاءات لا تصلح لأي شخص حقيقة، يعني بحكم يعني خبرة قديمة في هذا المجال، لا يتص يعني واحد تو حافظ القرآن وتو بدأ يحفظ القرآن ثم يأخذ هذه الدورة، أنا أعتقد أنه قد صعد السلم من أوله ولم يأخذه بالتدرج. هذا الموضوع يحتاج إلى الإنسان أنه يعني يتأنى فيه ويأخذه خطوة خطوة، ولا يأخذه بانشغال، ولا يأخذه بانشغال الأداء الأداء، لا لا لا، لا تشغل بالك، ابدأ حفظ القرآن، ثم إذا ضبطت القرآن إن شاء الله بعد سنين أو بعد سنة أو سنتين أو حتى لو 10 سنوات، المهم لا تحاول أن تأخذ. أتذكر من هذا العام قبل الماضي أرسل لي أحد الأخوة على الواتساب قال: كيف أحفظ الشاطبية؟
أنا على نياتي يعني ما يسأل هذا السؤال أحد إلا عنده يعني باع طويل. فاستغربت صراحة من 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 من, من, من سؤاله، فقلت يعني تحتاج إنك تأخذ الكتاب وتحفظها بيتين بيتين، كل يوم بيتين بيت بيتين بيت، وإن شاء الله بالدروج تحفظها. فجاني على بالي كذا سؤال، قلت له ما شاء الله كم تحفظ من القرآن؟ استغربت الإجابة. قال والله توني أحفظ الحين عندي 5 أجزاء. فندمت على إجابتي على السؤال لأن كأني استعجلت في الإجابة. فقلت له لا لا تشغل بالك، احفظ القرآن بعدين فكر في الشاطبية. فما صعب أنك تفكر في الزوجة الثانية وأنت كثر ما أخذت الأولى، يعني تحتاج أنك تفكر في بالتدرج. الأولى اللي هو حفظ القرآن، إذا فكرت تبغى تعدد خذ القراءات ادخل في المجال الثاني، لكن لما تدخل على طول في الشاطبية وأنت كثر ما حفظت حفص ولا حفظت القرآن هذه هي مشكلة. طيب أهمية هذا الموضوع، أهمية هذا الموضوع نكتسبها من إيش؟ أنه له علاقة وطيدة بالقرآن الكريم. يعني هو مثل التجويد، التجويد الآن أهميته تكمن في إيش؟ أنه يدرس حروف القرآن ويدرس مخارج الحروف ويدرس صفات الحروف في القرآن. كذلك الأداء أهميته تكمن أنه له ارتباط كبير بالقرآن. نتكلم إذا قلنا الأداء القرآني معناها أننا قاعدين نتكلم عن الأداء في كيفية الأداء القرآني. ونأخذه من جانب آخر، التجويد يأخذ الحروف، يأخذ الإدغام، الإخفاء، صفات الحرف، التفخيم، الترقيق، لكن الأداء القرآني يأخذه من جانب إنسان حافظ، إنسان يقرأ، لكن كيف يؤدي، كيف يؤثر في قراءته وكيف يتأثر في قراءته. نعلم الآية التي في سورة الأنفال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا الوجل غالبا ما يأتي إلا بعد تأثر، بعد ما تجد أنك فاهم الآية وأديتها. لذلك بعض الأحيان، وهذه من باب الاستطرادات، بعض الأحيان أطلع كذا شوية عشان باب التقريب تقريب، بعض الأحيان نصلي مع بعض الأئمة، تجد سبحان الله بعض الناس صوته جميل جدا جدا، بل أنه يجذبك بصوته على أن تسمع القرآن، لكن تجد التأثر ضعيف جدا، التأثر من خلال قراءته ضعيف جدا. تجد هناك شخص آخر صوته ليس بالجميل لكن أداءه جميل جدا، يعرف كيف يستفهم، يعرف كيف يقف على الآيات بوقفات صحيحة، يعرف كيف يرفع صوته ويخفض صوته بعض الآيات. هنا تجد سبحان الله تأثر كبير جدا في قراءته. بعض الأخوة يسأل من هو أنا؟ أخوكم يوسف بن سعيد الدوسري، مقرئ في جمعية مكنون وفي مركز إعداد المتسابقين، في مسابقة إعداد المتسابقين، مسابقة الأمير الرياض ومسابقة الملك سلمان ومسابقة أيضا الملك عبد العزيز، ومحكم في عدة مسابقات. هذا التعريف المفروض أن ذكرناه في التعريف، لكن لعلكم إن شاء الله تبحثون عن التغريدة وتجدون التعريف. بارك الله فيكم. إذن معنى ذلك هذا الأخ، يعني بعض الأحيان أقول لك إذا صليت مع بعض الناس تجد أنك تتأثر، عن صوته مو جميل لكن قراءته مؤثرة، وهذا هو المقصود. الإنسان يقرأ بأداء يؤثر على نفس القارئ أولا، ثم يؤثر على نفس على المستمعين لهذا القارئ. والأداء له علاقة في جانبين، أنه له علاقة بمهارة القارئ وله علاقة بأداء القارئ في كيفية نطق الحروف، لأن اللغة العربية سبحان الله لها نمط خاص، يعني حتى في طريقة النطق. الآن بقول 4 كلمات أو كلمة واحدة بنطقها 4 مرات وشوفوا كيف الأداء فيها. اذهب، يعني هذا، لا أنا أقول من واحد اذهب اذهب، شوف اذهب مع الزجر، وأقول لواحد اذهب اذهب، يعني تبغى تروح رح، ما تبغى تروح لا تروح. لكن لما أقول مثلا بطريقة أخرى أقول اذهب، أقول اذهب لكني لاحظ الانزجار، معناها أني أقول لك قم فز الحين اللحظة هذه. لاحظ 4 كلمة واحدة قلتها 4 مرات، لكن كل واحدة لها أثرها للسامع، أثرها للسامع وكيف تأثر في استجابة لهذه الكلمة. إذن
الأداء القرآني يغوص في معاني الكلمات، يغوص في معاني الكلمات. حتى أني أتذكر شيخنا الشيخ الفاضل الشيخ إبراهيم الأخضر حفظه الله ورعاه وشفاه وجزاه الله خير عما يعني أدى من 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 هذا العلم الجميل، كان يعني له طابع خاص في طريقة تعليمه حتى يصل مرحلة الشيخ. حتى أنا بالنسبة لي وكثير من الأخوة يسمونه مهندس الحروف، لأنه يأخذ الكلمة حرف حرف فيهندسها ويفندها ويجعلك تنطق الكلمة بأداء صحيح وأداء مطلوب. بندخل الآن شوي عن بعض الأخوة الذين سألوا عن ما هو الأداء، لكن قبل أن ندخل في هذا، الإمام برهان الدين الزركشي رحمه الله تعالى متوفى سنة 764، لاحظوا الكلمات اللي قالها الآن. يقول رحمه الله: من أراد أن يقرأ القرآن بكمال الترتيل فليقرأه على منازله. من أراد أن يقرأ القرآن بكمال الترتيل فليقرأه على منازله. طبعا تعرفون رتل القرآن ترتيلا، رتلناه ترتيلا. فإن كان يقرأ تهديدا لفظ بالتهديد، وإن كان يقرأ لفظ تعظيم يقوم باللفظ بالتعظيم. وينبغي أن يشتغل قلبه بالتفكر، لاحظوا، وينبغي أن يشتغل قلبه بالتفكر. لاحظ، هو قال كلام لكن لن يأتي هذا الكلام الذي قبل إلا بعد ما ينشغل هذا القلب بالتفكر. فمتى من شغل القلب بالتفكر والتأمل في معاني ألفاظ هذه الآيات فإنه سينتج عنه أثر. لذلك قال: وينبغي للقارئ طبعا أن يشغل قلبه وأن يشتغل قلبه في التفكر في معاني ما يلفظ لسانه، فيعرف من كل آية معناها. إذا معنى ذلك أن الإمام الزركشي رحمه الله تعالى برهان الدين الآن أعطانا مثل القاعدة أن القرآن له طريقة. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يأتي الرجل ويسلم كان ماذا يفعل؟ يقول: اذهب إلى فلان ليعلمك القرآن. فكان له عليه الصلاة والسلام ناس خاصين بتعليم القرآن. فالأداء القرآن أو القرآن له طريقة في أدائه، ليس كل شخص يستطيع أن يعلم القرآن. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان ينزل عليه جبريل ويعلمه القرآن قال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. ماذا قال بعده؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذا معنى ذلك هناك أداء، إنسان يقرأ وإنسان يتلقى ويكون هناك يعني تفاعل بين قارئ وبين سامع وبين يرد عليه، وهذا يقرأ وهذا يصحح. هذا ما يسمى بالتلقين، هذا ما يسمى بالتلقين. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام تلقى هذا القرآن بالتلقين من جبريل عليه السلام. ندخل إلى السؤال أحد الإخوة الذين سألنا في البداية، قال: ما هو الأداء؟ وش المقصود بالأداء؟ الأداء القرآني المقصود فيه كلمة الأداء المقصود فيها الإيصال. إذا سمعت أحد يتكلم كلمة الأداء، الأداء المقصود فيها الإيصال، وهو ضرب أو أسلوب من أساليب التعبير. أنت الآن لما تريد يعني أن تتكلم مع فلان أو تريد أن توصل معلومة، كيف سيكون أداؤك لها حتى يتأثر فيها هذا الشخص؟ لا بد يكون لك طريقة. لذلك بعض الأحيان يكون هناك إنسان متحدث تقول: يا أخي ارتحت الكلام هذا الشخص، أنا ما تعرفه لكن كان أسلوبه وأداؤه كان مؤثرا فأثر على هذا المستمع أو هذا الذي يتكلم معه. وهناك من الناس من يجلس لك نص ساعة يتكلم تجدك ما تجد تأثير فيه. ليش؟ لأن أسلوب أو الأداء الذي كان يعطيه أو يؤدي به كان ضعيف، فلذلك يكون الأثر والوصول لهذا الوصول المعلومة لهذا الشخص تكون ضعيفة غالبا. إذا معنى ذلك الأخ الذي سأل، الأداء المقصود فيه هو الإيصال، وهو ضرب من أساليب التعبير.
نأتي إلى المفهوم الأداء أيضا في الاصطلاح، وهو لابد أن نصل لهذه المرحلة حتى نفهم شو المقصود بكلمة الأداء القرآني. مهمة أهل الأداء اللي هم القراء الذين وصلوا لمراحل أنهم يقرؤون الناس القرآن، مهمة جدا في الأسلوب الدعوي. يعني أنت الآن لما عندما تكون صاحب أداء جيد فإن أثرك سيكون ممتاز، عندما تكون أداؤك جيد ومفهوم وطريقتك مفهومة فإن المستمع سيتأثر بإذن الله عز وجل عليك. وهناك دعامتان أساسيتان في هذا. الأولى أن يكون هناك جيل يفهم ما يعني يفهم ما نقوله، يفهم ما عندما نقرأ القرآن. أنت عندما تأتي أحد المشايخ وتقرأ عندها القرآن ينبغي عليك أن تأخذ منه كل ما تستطيع من معلومة، حتى أنك تستطيع أن تكون هذه المعلومة بناء لمعلومات متراكمة متراكمة، حتى في إذن الله عز وجل فيما بعد تكون قد حصلت على معلومات كثيرة وينتج عنها أنك تنشر هذه المعلومات لمن يستفيد منها. أيضا من الدعامة الثانية من هذه الدعامات الأساسيات التي سنذكرها اللي هو حسن التلاوة على الوجه الصحيح. أنت إذا أردت أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة، مو مجرد أنك تحفظ القرآن تقول خلاص أنا وصلت مرحلة أن حفظت القرآن خلاص ما عاد يكفي أني حفظت القرآن، لا، لابد أن تعرض قراءتك على المتخصصين المقرئين المتقنين أصحاب الأداء الجيد، حتى أنك بإذن الله عز وجل طريقتك في 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 عرضك في عرض يعني أدائك وقراءتك على الناس سيكون بإذن الله على المشايخ عفوا سيكون لها الأثر. ولا توقف على شيخ واحد، يعني حاول أن تتنوع. تجد بعض المشايخ متخصص في مهندسة الحروف، الشيخ الثاني تجده جيد في ضبط المتشابه، شيخ ثالث تجده في أحكام التجويد دقيق جدا، شيخ رابع تجده في الأداء أداؤه جيد جدا فتجده يعني يعطيك صح أكثر من غيره، شيخ رابع تجده جيد في الإتقان وقوة الحفظ فتستفيد من هذا وهذا، ويصبح هؤلاء كالزهور وأنت كالنحلة تتنقل بين هذه الزهور، سينتج عنها بإذن الله عز وجل مشروع قارئ ومقرئ ينفع المجتمع وينفع الناس. إذا معنى ذلك إذا أردنا أن نلخص كلمة الأداء نقول هي الإيصال. إيصال يعني مختص باختصار، كلمة الأداء المقصود فيها الإيصال. الأداء المقصود كيف أوصل المعنى الحقيقي في قراءة القرآن بطريقة القراءة أو بأداء في قراءة القرآن، هنا معنى الأداء. طيب هناك وهي نقطة جديدة، أنا حتى يعني الأخوة يعني سنترك مجال طبعا للأسئلة لكن ليس الآن، أنا أشوف بعض الأخوان بدأ يسألون، سيكون إن شاء الله الأسئلة بعد تقريبا 35 دقيقة من يعني تقريبا الساعة 9:35 سنفتح المجال للأسئلة، يكتب السؤال وسيكون الرد إن شاء الله في خلاله سريع، بس لكن لابد أن نخلص من الـ يعني أساس الدورة أو أساس الكلمة هذه. هناك مقومات مهمة جدا، فعند قراءة القرآن لابد أن يكون هناك مقومات تعين على الأداء الصحيح، وهي المؤثرة في فهم وتدبر كلام الله عز وجل. فينبغي على قارئ القرآن أن يستحضر هذه المقومات وهو يقرأ القرآن، فنأخذها واحدة واحدة. طبعا المقومات هي أربع مقومات، طبعا هي كثيرة المقومات هي كثيرة، لكن شيخنا وحبيبنا الشيخ الدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري حفظه الله، هو الشيخ الذي يعني جزاه الله خير من 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 قرأت عليه وكان صاحب فضل علينا في كل ما نقرأ من كتاب الله عز وجل. المقومات الإيمانية هي هذه أول مقومات، بمعنى عندما يكون القلب مستحضر لعظمة الله عز وجل، إذا أردت أن تقرأ القرآن لابد أن يكون هناك تعظيم لهذا الكتاب الذي هو كتاب الله عز وجل، لا يكون كتابا مبتذلا تضعه في أي مكان. بعض الناس تجده إذا أراد أن يسجد رماه جنبه سجد سجود التلاوة،
أو تجده يضعه خلف ظهره عند سجود التلاوة، لابد أن يكون هناك تعظيم لهذا القرآن. لذلك ورد عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، إذا أراد أن يفتتح قراءته بالقرآن وفتح كتاب الله عز وجل، يجلس فترة أو وقت يتأمل هذا القرآن، نظرات فقط، ينظر إلى كلمات الله عز وجل. والنظر إلى القرآن عبادة، بل من أجل العبادات، بل إنه ورد عن كثير من أهل العلم أنه لا يترك قراءة القرآن من المصحف حتى ولو كان حافظا. وورد أيضا عن أبي الدرداء أنه مر عليه رجل فقال: يا أبا الدرداء، كيف تقرأ القرآن من المصحف وأنت المصحف في قلبك؟ قال: إني أحضره لقيام الليل. يعني جعل القراءة للحفظ، جعل لقيام الليل، النهار جعله للتحضير والقراءة والقراءة النظر. هذا الشغل، هذا شغل العلماء، يعني شغلهم يوزعون حتى في العبادات، لهم طريقة توزيع. يقول له: يعني كيف تقرأ القرآن من المصحف وأنت يعني تحفظ القرآن في قلبك؟ اقرأه غيبا. قال: لا، هذا للنهار، أما الليل فإني أحضر هذه القراءة لقيام الليل. فالقرآن في الليل يكون له جانب آخر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إذن المقومات الإيمانية مهمة جدا، عندما يستشعر الإنسان عظمة هذا القرآن العظيم فإنه سيكون حاضرا عند قراءته، لا يكون مشتت الذهن، لا يكون مشغول، لأن المحبوب إذا أحب ما يريد، لأن المحبوب إذا لأن الحاب إذا أحب هذا الشيء الذي هو القرآن فإنه لن يكون هناك له صارف أو طارد عن قراءته. بل إن بعض الإخوة، يعني ودائما أقول الإخوة دائما، إذا أردت أن تقرأ القرآن بقدر الإمكان، بل أقول واجب عليك، أغلق الجوال. إذا كنت تقول والله ما ودي أغلق، حط على الصامت، حطه في جيبك، لا تحطه جنبك، لا تنظر رسالة وأنت تقرأ القرآن، لأن هذا يشتت الذهن، لأنك أنت انصرفت عن محبوبك الذي هو كلام الله عز وجل. فإن صرفت عن محبوبك معناها أنك يعني هذا القرآن ما في ذات الأهمية. إذا لابد من المقومات الإيمانية أن تكون حاضرة عند قراءة القرآن، وهذا يعني دلالة على 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 أهمية اهتمامك بهذا الجانب الذي هو الجانب الإيماني. إذا أهم هذه المقومات التي سنأخذها إن شاء الله الأربعة، الأول المقومات الإيمانية، احفظوها لأن بنسألكم في الأخير، احفظوها جيدا. المقومات الثانية المقومات النفسية، والمقصود بالمقومات النفسية يعني بعض الناس تجده يقرأ القرآن وقدامه التلفزيون، ما 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 غير مقبول الكلام هذا، أو يقرأ القرآن والسيارات رايحة جاية قدامه ويناظر كل من راح وجاء، هذا انشغال، لأن معناها الجانب النفسي عندك غير مستعد. لذلك من آداب قراءة القرآن أول شيء أن يكون الإنسان على وضوء، لا أقول وجوبا لكن يفضل أن يكون على وضوء. لا ندخل في الجانب الفقهي حتى لا ندخل في هذا الجانب، لكن من باب يعني من باب ذكر هذا الاستحباب الوضوء. ثاني شيء المكان المناسب، إذا كنت في البيت تكون في مكان مناسب تضع السجادة وتجلس عليها. ثالث شيء استقبال القبلة. رابع شيء يفضل أن يكون قراءة القرآن في المسجد، لأنه تنصت يعني يبعد عنك الجانب يبعد عنك الجانب الانشغال عن الجانب الأخرى. المسجد خاصة المسجد يكون جانب تعبدي، خاصة لما يكون هناك حلقات في المسجد أيضا، هذا يزيد الجانب النفسي أكثر، يعطيك حافز جانب النفسي أنك تقرأ أكثر وتأمل أكثر، لأن كل اللي حولك يرون قرآن تجدك يكون لك حافز أنك تقرأ القرآن. إذن معنى ذلك أن الجانب الذهني مهم. يعني أتذكر من هذا في هذا الجانب بعض المواقف، بعض الأئمة هداهم الله يكون يجي البيت المسجد بسيارة مثلا على سبيل المثال، فيأتي مسرعا ويمكن يقطع الإشارات وبهذل الناس ويتصر على المؤذن: أصبروا لا تقيمون الصلاة، أنا جاي في الطريق. و إذا تخيل هذا كيف يكون وضعه إذا دخل وصل المسجد وقال أقم الصلاة؟ أكيد وضعه بيكون مشغول، بيكون مشغول وين؟ شوي بغى يصدم له واحد، قطعت الإشارة الله يستر، شاف المرور وأعطاني قسيمة. لا، هنا يكون شغلك أصلا الشاغل في الصلاة كله في طريقك، فالجانب النفسي هنا يكون مشغول، فلا بد من الاستعداد. يعني أنا أنصح أئمة المساجد
إنه يحضر المسجد أخي حتى قبل الأذان، ويجلس في المسجد وحتى يؤذن، ثم يحضر تحضير جيد ويكون مستعد نفسيا للصلاة، ما يكون جاي طاير. حتى بعضهم يجي المسجد مسرع ويقرأ فيها أي حاجة وكأنها صلاة، مش حالك ما كأنها صلاة بلك، وكأنه لم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. سننتقل بعد ذلك إلى الجانب الآخر، وهو الجانب بل أن يعني باب التذكير ذكر عن بعض السلف، ما أتذكر لكني حتى ما أذكر عن صحة الرواية، أنه عندما يحضر دائما قبل الصلاة، يحضر دائما قبل الأذان، عندما سئل يعني لماذا أنت تكون غالبا في المسجد قبل الأذان، يعني كل ما جينا المسجد لقيناك قبل المؤذن جاي، قال إنما شرع الأذان للغافلين وأسأل الله ألا أكون منها. شوف كيف وصل لمرحلة الاستعداد النفسي للصلاة، لقراءة القرآن، للتجهيز، هذه كلها جوانب نفسية مهمة جدا في أداء العبادة. أما مسألة أنك تؤدي العبادة بطريقة أي حاجة، هذه أنا أشوف أنها من أصعب الأشياء التي يواجهها كثير من الناس في أدائه لعبادته. لذلك نجد تفريط كبير جدا في الجانب العبادي في هذه الناحية، الجانب النفسي غير مهيئ، أو تجد أنه مشغول باله في مباراة وبسرعة بس خلص يا إمام خلنا نشوف مباراة أو نلحق على شيء معين أو كذا. لا، ينبغي عليك أن إذا دخلت في الصلاة خلاص يا أخوان. في بعض الناس أشوفهم في المسجد ما شاء الله، يعني في مسجدنا يعني حريصين على أنهم يحضرون على الصف الأول، يحضر وناس عاديين جدا، لا نقول ناس ملتزمين ومن الكلام هذا، لا، ناس سبحان الله أرادوا أن يؤدوا العبادة على وجهها الصحيح. إذا الجانب النفسي. إذا انتهينا من الجانب الثاني أو المقومات الثانية، المقومات الأولى قلنا جانب المقومات الإيمانية، الثانية المقومات النفسية، الثالثة المقومات المعرفية، وهذه مهمة جدا، بل إن يفتقدها بعض الناس. ليه؟ يعني لذا جينا الجانب الوقف الابتداء مثلا إنسان يقرأ القرآن قراءته ما شاء الله جميلة، لكنه في الوقف الابتداء ما عنده أي معلومة هذا الوقف صح ولا غير صحيح. على سبيل المثال في سورة يوسف يقرأ الإمام وصوته جميل ما شاء الله ومؤثر والثناء عليه، لكن تجد عندما يقرأ ويقول وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. شوف الوقفة هذه، يعني هذه من العجائب، ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، فيقف عنده فأكله. هذا وقف أنا أسميه، ما يسميه العلماء، هو الوقف القبيح، لأنه يؤثر في المعنى. يعني أنت إذا تأملت في المعنى وأنت في الصلاة مثلا والإمام قرأها بالطريقة هذه، يعني يوسف أقرب مذكور للضمير وشو؟ متاعنا، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، يعني معنى يوسف أنه جلس عند متاعنا فأكل هذا المتاع. وهذا وقف يعني عجيب من عجائب الوقفات التي تستمع إليها من بعض الأئمة أو بعض القراء. فينبغي على قارئ القرآن يتنبه لهذه المسائل، خاصة أئمة المساجد الذين يسمعون الناس القرآن يتنبه لها، لا يقفل وقفات هذه القبيحة. على سبيل المثال في سورة الممتحنة يقول يا أيها، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول، ويوقف هنا ثم يبتدأ ويقول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. مصيبة، وإياكم أن تؤمنوا، تحذر من الإيمان بالله، وهو قول من؟ لأن هذا كلام قبله، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، حالهم يقولون لا تؤمنوا بالله، اللي هم مشركين والكفار. فيجيك واحد يبدأ ويقول وإياكم أن تؤمنوا بالله، يقول ميد الناس كأنه يخاطب اللي خلفه. فانتبه انتبه، يعني لا يصح الإنسان أن يقرأ القرآن بالقراءة هذه الخاطئة في الوقف الابتداء، لأن هذا يؤثر على 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 معاني القرآن وغيرها من الجوانب. يعني عندنا الجانب المعرفي يدخل فيه أحكام التجويد مثلا، مهم جدا أن تقرأ القرآن بالتجويد.
لابد الإنسان يتنبه لهذه المسألة، مسألة تجويد القرآن، حتى أنه يؤدي القرآن على الوجه الصحيح. ننتقل بعد ذلك المقومات الأخرى أو المقوم الذي يليه، اللي هو الجانب المقومات الصوتية، وهي لها دور كبير، بل أن شيخنا الدكتور إبراهيم حفظه الله اعتبرها أو وصفها كأنها الراحلة التي تزين حاملها. يعني أنت الآن اللي جيت عند واحد راكب سيارة فخمة، تنظر إليه نظرة كذا تقول هذا اللي راكب السيارة هذا واضح أنه شيء يعني على كيفك، والعكس صحيح، تجي الواحد راكب سيارة على قولهم متهدولة ومنتهية، تقول شوف شو اللي ينزل منها هذا بيكون من. فإذا الصوت له دور في القارئ، أنه يؤثر على 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 القراءة، يؤثر على السامعين عندما يستمعون القرآن. فلا بد أن القارئ يحرص أشد الحرص على أنه يجمل صوته. لذلك في الحديث زينوا القرآن بأصواتكم، وليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يؤدي صح في قراءته. بعد ذلك يعني لو جينا في 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 مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الوقف الابتداء، ودائما أحرص عليها ليه؟ لأن فيه إهمال صراحة كبير جدا من كثير من الناس في مسألة الوقف الابتداء. يقول ابن الطحان رحمه الله تعالى، وهو المتوفي بعد 560، فبإحسان الوقف تتبدى للمسامع فوائده الوافرة. اسمعوا الكلام، هذا كلام جميل جدا، ومعانيه الفائقة، وتتجلى للمنتجع مقاصده الباهرة ومناحيه الرائعة. وقال أيضا قول آخر للإمام السخاوي رحمه الله تعالى، ففي معرفة الوقف الابتداء الذي دونه العلماء تبين معاني القرآن العظيم وتعريف مقاصده وإظهار فوائده، وبه تتهيأ الغوص أو يتهيأ الغوص في درره وفوائده. لاحظ كلمة الغوص، لأن كل ما عرفت أن تقف صح وتبدأ صح، فإنك بإذن الله عز وجل ستكون قراءتك صحيحة، لأن هذا القرآن قرآن عربي، والإنسان العربي يفهم معنى الوقف الابتداء في حالة الفاعل والمفعول والفعل، هذه تؤثر في الوقف الابتداء. أنا أعتقد أننا وصلنا إلى الدقيقة 35، سأترك مجال 5 دقائق للأسئلة التي تريد الآن. إذا ما في أسئلة ننتقل لي يعني الباب الآخر. بالنسبة لأحد الأخوة يسأل يقول أبغى حسابك، ما أدري شو يقصد بحسابي، أي حساب؟ إذا في أسئلة ولا ننتقل لنقطة أخرى. حسابي في تويتر، شفني أنا في التغريدة حقت حساب آيات حاط فيه مسوي إعادة، مسوي رتويت في التغريدة نفسها، مسوي رتويت في التغريدة نفسها. حسابي باختصار YS1410، يعني بكتبه هنا عشان بس أنا شغل YS1410، هذا حسابي في تويتر بس. جزاك الله خير اللي كتبته. طيب أظن ما في أسئلة في الحالة هذه، معناها ما عندنا أسئلة. ننتقل إلى النقطة الأخرى، وهي تطبيقات عملية على سورة الفاتحة، تطبيقات عملية على سورة الفاتحة، وهي إن شاء الله ستكون ختام حديثنا هذا، حتى أن نكون يعني خرجنا بفائدة يستفيد منها الجميع بإذن الله عز وجل. سورة الفاتحة نعلم جميعا أنها هي أعظم سورة في القرآن، ولذلك نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح أتى بها في حديث قدسي في طريقة
قراءتها، في الأداء الذي ينبغي على القارئ أن يتأدب به إذا أراد أن يقرأ سورة الفاتحة. حقيقة أجد يعني من خلال الاستماع إلى تلاوة كثير من الناس، وخاصة دائما أقول الأئمة لأنهم الآن اللي في الواجهة، يعني لو نسمع صلاتنا يوميا المغرب والعشاء والفجر نسمع صلاة جهرية ونصلي خلفهم ونسمع قراءتهم، لذلك دائما أقول الأئمة حتى لا يزال علينا الأئمة يعني يقولون شو فيك انت شابن علينا، لا أنا أقول اللي نسمع الآن الأئمة، ما عندنا شيء إلا الأئمة، ما في شيء، ما عندنا محافل نسمع فيها القرآن أو كذا إلا حلقات القرآن، يعني يكون مثال آخر، لكنها مجال الحفظ والتعلم، لكن المجال التطبيقي هو ما يكون في 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 التطبيق، يكون في إمامة المساجد وسماعنا وصلاة خلفهم، هذا هو الذي يعني يجعلنا دائما نقول لأئمة لأئمة، فلا تزعلون منا يا أئمة المساجد، أنا كنت إمام مثلكم لكن الآن في وقت استرخاء وراحة. عن الإمامة طبعا ليس عن الصلاة. القرآن كما ذكرنا، أنه يجب أن يؤدى صح، ونحن سنأتي ببعض الأمثلة في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة يا أحبة تحتاج إلى يعني الإنسان يقرأها صح. ليه؟ لأن كما تعلمون ليس منا في كما جاء في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وتعلمون أن سورة الفاتحة لا تحتمل الخطأ، لا تحتمل الخطأ، لا تحتمل أنك تخطئ الأخطاء التي تؤثر في معانيها. فسنقف إن شاء الله مع سورة الفاتحة حتى نتدارك ما يقع فيه بعض الناس. الحديث الذي جاء في هذا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الحديث القدسي في قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فهذه الآيات الثلاثة لو تلاحظونها جاءت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لاحظوا هذه جاءت فيها ثناء وتمجيد ومدح للعظيم سبحانه وتعالى. فإذا قال الحمد لله لاحظ أن هناك رد، قال حمدًا يا عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، لاحظوا أن فيها في إجابة. فأنت إذا أردت أن تقرأ سورة الفاتحة لا تقرأها سردًا مثل بعض الناس، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كيف تتأمل هذا الحديث؟ لابد أن تقرأها آية 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 حتى أنك تقف على هذا الحديث. ثم إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين فإنه يعني يصير فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى بأنك تعبد الله عز وجل وتنكسر بين يديه وتستعين به سبحانه وتعالى في عبادته والتقرب إليه سبحانه وتعالى، فيكون هناك شيء من الطمأنينة في قراءة هذه الآية. الآية التي بعدها إياك نعبد وإياك نستعين هي إجابة أو كل ما قرأناه من الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نعبد وإياك نستعين، كل هذا اللي قبلها هو استعداد للذي بعده، وهي الدعاء، الاستعداد للنطق بهذا الدعاء والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لاحظوا سورة الفاتحة مقسمة بهذا التقسيم، وهي التقسيم الذي ذكرها في الحديث. فإذا معنى ذلك إذا أردت أن تقرأ سورة الفاتحة تقرأ بهذا الشكل، يعني إذا أردت أن تقول الحمد لله رب العالمين ينبغي أن يكون صوتك فيها شيء من التمجيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى، فتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لاحظوا الآن هذا أداء معين وهو تعظيم الله سبحانه وتعالى. ثم إذا وصلت هذه الآية
يكون فيها الأداء أعلى شوي، الصوت يرتفع شوي 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 الصوت، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تفتخر بأن هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، بأنك أنت تعبد الله العظيم وتفتخر بأنك عبد لله سبحانه وتعالى. الآية التي بعدها ينبغي عليك أن تخفض صوتك فيها، ليه؟ لأنها طلب ودعاء وتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بهذه الطريقة نكون يعني عرفنا أن نقرأ سورة الفاتحة. يعني بعض الناس أنا أسمع كثير من يقرأون سورة الفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هم يقول مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فدخل الثناء والمدح وهذا على الآية التي فيها العبودية لله سبحانه وتعالى. فحاول أن تقسم الآية كما قسمها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، شو اسمه التقسيم الأول، ثم يقول إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي، يعني إياك نعبد نعبد الله عز وجل، ونستعين نستعين بالله عز وجل، ثم قال ولعبدي ما سأل، جاك الجواب ولعبدي ما سأل، وهو السؤال اهدنا الصراط المستقيم. بل إن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال إن هذه الآية الذي يتأملها تأمل حقيقي فقد نال على سعادة الدنيا والآخرة. ليه؟ لأنك أنت إذا اهتديت بين لله عز وجل وهداك الله عز وجل للخير خلاص حصلت على كل السعادة بهذه الدنيا. لكن بعض الناس حصل عنده كل شيء لكن الهداية مين موجودة عنده؟ هذا خسران في الدنيا. لذلك ابن تيمية يقول هذه الآية هي ركيزة للمسلم دائما، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يقول اهدنا الصراط المستقيم. فينبغي على المسلم أن يحاول أن يجتهد في قراءة سورة الفاتحة ويتأملها. طيب أيهم يكون الخشوع أكثر، عندما أقرأها سرا أو أقرأها جهرا؟ حقيقة أقول عندما تقرأها سرا، تقرأها بينك وبين نفسك في الصلاة السرية تكون العظام العبادة والقراءة سورة الفاتحة أعظم من أن تقرأها جهرا كإمام مثلا أو مستمع للإمام. عندما تكون في الصلاة الجهرية أفضل، وعندما تكون لوحدك أعظم وأعظم. فينبغي أن تقرأها بتأني. بعض الناس يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام ما يمديه، يمكن يقرأ آيتين إلا هو راكع. أي تأمل وأي تدبر وأي تتأني مع هذه الآيات، ينبغي أن يقرأها بتأني. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم يهدي شوي كذا، يوقف وقفة كأنه خلاص من الجزء الأول، ثم يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ويقف وقفة كأنه خلص من الجزء الثاني. يجيك الجزء الثالث اللي هو طلب الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بهذه الشكل بهذه الطريقة بإذن الله عز وجل سيكون الإنسان له أثر في قراءته، سواء إذا قرأه أو أثر على أو إذا كان يقرأ ويؤثر على من يستمع إلى قراءته. أنا تقريبا شبه أني يعني وصلت إلى النهاية، لكن دائما يصلني هذا السؤال، وسأل فيها أحد الأخوة في بداية اللقاء يقول إيش رأيك في المقامات؟ لأن دائما عندما نسمع كلمة الأداء القرآني ينصرف بعض الناس أذهانهم إلى المقامات، ولي في هذا كلام قد يزعل بعض الناس، ولكن هذه الحقيقة. ما نبغى يعني نقول أنها يعني نقدر نجامل فيها، لأن هذا كتاب الله عز وجل ولا نريد أن يعني نقف عليها كثيرا حتى لا يكون هو حديث الناس وجدل كثير من الناس. فالله يعافيك. الإنسان بالنسبة للمقامات القرآنية أنا دائما أقول أنت أقرأ القرآن ولا تنشغل بالمقامات. أضرب لكم مثل وهذا حصل،
اثنين كانوا يصلون خلف أحد الأئمة صلاة التراويح. وخذوا هذا المثل كقاعدة لهذا الكلام اللي بقول لكم. اثنين يصلون مع إمام، واثنين آخرين يصلون مع نفس الإمام، لكن هذول جايين لحالهم وهذول جايين لحالهم. فعندما خرجوا من المسجد هذا قال شفت كيف قرأ بالمقام الحجازي، شفت كيف رفع صوته في هذه الكلمة، وشفت كيف يازين طلع من الحجازي، هم من دخل السيكا، هم من أم الكلام هذا. الاثنين الثانيين هناك اللي يتكلموا بعض قال يا أخي شوف الآية هذه كيف، جزاه الله خير الإمام قرأها قراءة صراحة جميلة أثرت في قلبي، واستمعت إلى يعني كيف الجنة، كيف الله عز وجل يعطيها لمن عبده، من عبد الله عز وجل وطاعه. واو شوف لاحظ هناك اثنين ايش كانوا يقولون واثنين هذا ايش يقولون. لذلك انا اقول الذي سينشغل في المقامات الصوتيه اعانه الله على نفسه، لانها حقيقه فتنه. بل اني انا شخصيا يعني بقول لكم حاجه، مع مشايخي الشيخ ابراهيم الدوسري حفظه الله ورعاه، عندما كنت اقرا عليه كان يعلمني بعض الاشياء يعني في قراءتي. فعندما أصل هذه الآية يقول استفهم، أفلا تذكرون، يقول افعل كذا، ما يقول أفلا تذكرون عادية، لا يقول استفهم أفلا تذكرون. مثلا مثلا في قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، يقول اقرأها بهذه الطريقة. الرحمن الرحيم، يقول لك راح بهذه الطريقة، بهذا الخشوع، بهذا الصوت، بهذه الطبقة الصوتية، لا ترفع صوتك فيها. فما يذكر لي أي مسميات المقامات الصوتية أبدا، علما أن الشيخ أنا متأكد أنه يعرفها، لكن عندما أحاول أني أفهم منها كان يقول لي لا تنشغل فيها. والشيخ كان له توجه في هذا من ناحية لأن القرآن ينزح عن هذه المسميات. هذه المسميات حقيقة هي مسميات صوتية موسيقية، فجلبوها أهل الصوتيات ودخلوا القرآن. أتذكر مرة كنت أستمع إلى أحد الذين يعني نسأل الله عز وجل لنا وليهم الهداية انفتنوا بهذا، كان يقرؤون سورة الضحى وما كان معه قدامه بعض الطلاب، فكان يقول وأما بنعمة ربك فحدث، هم شوي يقول فحدث. ايش هذا؟ ونفس الشيء في بدايه الصوره والضحى. وصار يعطي يا اخي الكريم انت قاعد تعرف ايش قاعد تسوي؟ انت قاعد تتكلم بكلام من؟ هذا كلام الله عز وجل، ينبغي أن ينزح، يرتفع القرآن عن هذه الطريقة التي تتعامل فيها مع كلام الله عز وجل. تبغى تمثل في المقامات الصوتية والأشياء هذه، روح خذ لك نشيد ولا خذ لك أي حاجة من الكلمات اللي ما لها علاقة في القرآن وكلها. لذلك يعني الشيخ إبراهيم الأخضر أيضا حفظه الله، سمعت له كلام أنا شخصيا كان يعني ليل يقول لا تنشغل المقامات الصوتية، أنت اقرأ القرآن والقرآن يأتي بلسانك بأدائك، بالأداء الصوتي والطريقة الصحيحة في القراءة ستجرك إلى الأداء الصحيح، ولا تنشغل بالمقامات الصوتية. مسألة أنك تقول هذا والله مقام مدري إيش ومدري مقام إيش. تذكر مرة مرات صليت في في في, في بالجماعة يمكن في المسجد، فعندما انتهيت من الصلاة جاني واحد سلم علي سلام عليكم شيخ يوسف إيش المقام اللي قريت به؟ قلت مدري يمكن مقام إبراهيم، ما أعرف مقامات، ما أعرف مسميات هذه، ليش ما أبغى أدخل فيها؟ لأنك إذا دخلت فيها وبحقيقة أحاول أنصرف عنها بقدر الإمكان. حضرت جلسة جلستين مع بعض الناس بس أني ما أجلس بمجرد بس أبغى يعني حب استطلاع وليس لأجل التعلم، لأني حقيقة أخذت النصائح من مشايخي الفضلاء بالابتعاد عنها قدر الإمكان. وأقولها بالبنط العريض قبل أن أختم، الذين انشغلوا بالمقامات الصوتية شوف خذوها بلهجتها كذا، الذين انشغلوا بالمقامات الصوتية انشغلوا عن حفظ القرآن، انشغلوا عن حفظ القرآن وأدائه بالأداء الصحيح في قراءته، فأصبحوا
يروحون يسمعون بعض الأغاني عشان يأخذون بعض المقامات، يسمعون بعض الأناشيد عشان يأخذون منها بعض المقامات. يقول لك والله شوف هذا عشان أتدرب، عشان أتدرب لابد أسمع لفلان، لابد أسمع المغني فلان عشان أتدرب على طريقة أداء. فيبدأ الإنسان ينجرف على هذه الفتنة حتى يقع فيما لا تحمد عقبة. هذا يعني سأضرب مثل في الأخير في طريقة الأداء القرآني في سورة مريم في قول الله سبحانه وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. لاحظوا المعات هنا عندنا، أنا بأخذ المصحف حتى أني يعني أتذكر الآية وأشوف كم عندنا ما في هذه الآية في سورة مريم. اللي يبغى يفتح المصحف معنا جيد حتى أن يعني نأخذ مثال عملي في سورة مريم الآية 63 نختم بها إن شاء الله هذا اللقاء، بقي معنا 5 دقائق. في قول الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك. لاحظوا وما وحده، له ما ثنتين، ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. لاحظوا معنا خمس وما. اللحظة الأولى وما نتنزل، هذه يسمونها ما النافية. له ما بين، هذه ما موصولة، وما خلفنا، هذه ما موصولة، وما بين ذلك موصولة، الأخيرة وما كان ربك هذه نافية. كيف أقرأها عشان يعني نصل لمرحلة الأداء الصحيح؟ النافية يكون فيها نبرة الصوت ارتفع شوي، الموصولة لا تكون بنفس الرتم القراءة بدون نفس طبقة الصوت، لا ترفع صوتك فيها حتى أنك لا تدخل النفي. يعني أقرأها لكم حتى أنا يعني نفهمها أكثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. لاحظوا الماء الأولى والماء الأخيرة كانت فيها النبرة مرتفعة شوي، هذا هو النفي، النفي. لكن الثانيات لا، كانت طبقة الصوت ما كان يرتفع فيها الصوت. يعني على سبيل المثال أيضا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا أيضا يكون فيها الصوت تضغط عليه شوي حتى أنك تقف عند الاستفهام. أفلا تبصرون مثلا، أفلا تسمعون على سبيل المثال. مثال أخير لنا كم باقي معنا، بقي معنا دقيقتين تقريبا. المثال الأخير الذي سأقف عنده في على سبيل المثال، إذا كان عندكم أمثلة جيد لو طرحتها علي، أنا بحاول أستذكرها. لكني مثلا في قول الله عز وجل: ثم فقعوا له ساجدين مثلا، فقعوا له، فقعوا، بعض الناس يقرأها كذا، فقعوا 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 فقعوا، شوف لاحظ فقعوا، لاحظ الكلمة. لكن لما أقول فقعوا 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 فقعوا، شوف كيف الفرق. لما تقول فقعوا يصير من الفقع اللي هو كأنك تفقع حاجة، لكن فقعوا اللي هو الخضوع مثلا. ثم فقست قلوبكم، فقست، شوف لاحظ فقست فقست فقست، إذا قلتها باللهجة هذه فقست، مثل البيضة اللي تنفجر أو تنفقع أو تنفقس، فقست فقست. لكن لما تقول فقست فقست فقست، شوف كأن الفاء هذه دخيلة على الكلمة ليست في أصل الكلمة. هذا تقريبا يعني أمثلة على الأداء القرآني، والأمثلة كثيرة جدا لا نريد أن نطيل فيها. يعني أرجو أن نكون يعني قدمت ما يفيد الإخوة، وإذا كان من خطأ أو زلل فهو مني، وإذا كان من صواب فهو من الله سبحانه وتعالى. أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم،
ومن أراد أن يسأل سؤالا أخيرا حتى نختم ونكون إن شاء الله انتهينا، بقي معنا دقيقة واحدة فقط، إذا أحد عنده سؤال يطرح علينا. وفيكم بارك، جزاكم الله خير. والله أنا لا أصلي الآن في مسجد كإمام. نعم أحسنت، هو الأداء القرآني هو بمثابة الفهم المعاني القرآن، لذلك الشيخ محمد صديق المشايخ رحمه الله في كثير من الأداء كان يقرأ من قلب فعلا خاشع، فلذلك سبحان الله بارك الله له في علمه. الآن متوفي له أكثر من 50 سنة، لا زال مصحفه منتشر في كل مكان، بل إنني استمعت إليه في بلاد أوروبية يستمعون إليه هذا القرآن، في كثير من البلدان. في بعض الآيات سبحان الله إذا قرأها تجده يقرأه وهو يبكي، لكن ما يتبين طبعا من صوته، لكنه خاشع. لذلك أنا أنصحكم نصيحة، استمعوا إلى المصحف المرتل للشيخ محمد صدق مشاوي في سورة آل عمران، في سورة آل عمران وسورة يوسف، استمعوا لها جيدا في المصحف المرتل، ليس المجود، المرتل الذي هو يقرأ بسرعة، ستجدون سبحان الله قراءة عجيبة من هذا الشيخ الفاضل. والأداء القرآني مثل ما ذكرنا يكون له فيما بعد إن شاء الله. الإنسان لا يستعجل على العلم، العلم يأتي بالتعلم ولا يأتي مباشرة. بعض الناس يبغى يحفظ القرآن اليوم يصير بكرة عالم، مو بصحيح، تعلم شوي شوي. هذه بعض النصائح اللي أنصح فيها كثير من الأخوة، الجلوس على المشايخ والبقاء معهم دائما هو له أثر كبير. يقول لو أستمع لشخص قرآن ويخطئ بك حركات، لكن لا صح لأنه يخطئ. وشو ما فهمت السؤال؟ لو أسمع لشخص قرآن ويخطئ بحركات لكن لا صحح له لأنه يخطئ أكثر وجود. لا يعني إذا كانت تسمع له وقف شوي، قل له أقر زين، وإذا كان مرة زهقك قل له قصر صوتك يا أخي، إذا مرة طفشك أنت قم، لا تنشغل فيه، لأن هذا بيشغلك عن الطاعة، هذا بيشغلك عن الطاعة، لأنك إذا انشغلت معه خلاص راح يخالف عليك، راحت عليك القراءة وراحت عليك كل ما أنت جيت من أجله في هذا المكان. ما فهمت، لكن أنت إذا كانك من باب التعليم له، لا تخليه يعود يمشي، لا يقرأ خطأ وقفه صحح له، قل له اقر كذا. في برنامج اقرأ القرآن اللي يذاع في إذاعة القرآن، بعض الأحيان يقرأون على ناس صعبة قراءتهم، لكن لا بد وقفه، إذا أخطأ وقفه وستحصل على أجر عظيم. لذلك الحديث الذي صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى يقول رحمه الله في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله فله أجرها ما تليت. هذا الشخص إذا علمته آية واحدة صح صار يقرأها دائما، خاصة سورة الفاتحة صار يقرأها دائما، سيكون لك الأجر يرجع لك حتى لو مت طول حياتك ومماتك، والأجر هذا يرجع لك، فله أجرها ما تليت. شوف اللي بيعلم الطفل الصغير حتى الكبير، علم سورة الفاتحة صح، بس حاول تحرص على سورة الفاتحة، حاول تحرص سورة الفاتحة أنه بيتعبد الله عز وجل بها، كل ما قرأها بيرجع لك أجرها، كل ما قرأها بيرجع لك أجرها، عيالك من حولك في المسجد امسك صغير قل له تعال اقرأ سورة الفاتحة صح له، بإذن الله عز وجل ستجد يعني إن شاء الله انشراحا في صدرك. ما أدري عن بعض الأسئلة تجي، إذا كان من الطلاب يكثر خطأ الحركات بسبب اللهجة ويبغى يحفظ ربع واربعين في اليوم، ايش يبغى يحفظ؟ ايش ويحفظ ربع واربعين؟ لا اللهجة انتبه، يعني بعض الناس يتساهل في قراءة القرآن من أجل اللهجة، لا وقفه صحح له. يعني لما يقول لك عندنا الصراط المستقيم تقول له لا خلها تمشي اللهجة تقول كذا، لا وقفه قل مستقيم كرها له لين تضبط معه. مسألة انك تتساهل في مسألة قراءة القرآن من أجل اللهجة، لا ينبغي عليك أن تصحح له، لا تتركه، بل بالعكس إذا ضبطها إن شاء الله سيكون لك أجر عظيم. بالنسبة للأطفال الصغار بعض الناس يقول لي هل يعني لازم أنهم يفهموا المعاني؟ لا، الصغير لا تنشغل في فهم المعاني، خلى بس يقرأ صح وقوم لسانه صح وأسس صح في قراءة القرآن،
ولا تنشغل انه ما يعرف معنى سورة الفاتحة او ما يعرف سورة الاخلاص او ما يعرف معنى سورة الناس، لا تنشغل في هذا كثير، خله يحفظ الين الله يكتب لانه بيصير ان شاء الله مثلك وانت بكرة تصير. طيب يا شيخ، شلون اعرف وزن الآية؟ يعني فيه كلمات له وزن، ما ادري شو المقصود بالوزن، ما ادري شو المقصود بالوزن. ترى ماني لا تنشغلون معي في المقامات، تراني مقامات ذي اللي معها مواقف كثيرة، لا تشغلوني فيها ولا أشغلكم فيها. هذا يقول يزينك يا شيخ، حتى أنت يزينك، الله يجزيك خير، بارك الله فيكم. نختتم إن شاء الله حديثنا في هذا اللقاء المبارك، والشكر الجزيل للإخوة في آيات على يعني جعلنا نكون معكم في هذه الفرصة ونتعلم من كتاب الله عز وجل ونعلم. فكما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا الأجر في تعلم القرآن وتعليمه للناس، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. لما أراد أن يسألني يحاول أنه يروح لحسابي في التويتر، أنا مسوي إعادة تغريدة لحساب آيات، يسألني على الخاص وبجيب إن شاء الله على كل من يسأل إذا أمكن الوقت بإذن الله، لأن أشوف بعض الأسئلة بدأت تجي. أطال الله في أعماركم على طاعته، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وتصبحون على خير. مع السلامة.